أغير بلان. طبعا اليوم الأنظار تتجه إلى البرلمان، إلى باردو، حيث يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستوري للعهدة الرئاسية الجديدة أمام نواب الشعب في البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات مجتمعين لأداء اليمين، وفي الانتظار كذلك كلمة لرئيس الجمهورية بمناسبة أداء اليمين. انتظارات من ما سيقول رئيس الجمهورية ومن العهدة الجديدة الممنوحة لرئيس الجمهورية. اخترنا سيد النائب بدر الدين القمودي عضو مجلس نواب الشعب اللي باش يحكي لنا عن هذا اليوم على مستوى الشكلاني يعني وأداء اليمين، ثم انتظاراته من ما سيقوله رئيس الجمهورية في علاقة بالعهد الجديد. سيد النائب نقول لك صباح الورد. صباح الفل والياسمين، تحياتي ليك، تحياتي الخوي حاتم، مرحبا بك سي بدر الدين ومستمعي إذاعة جوهر أفهم. شكرا لحضرتك وشكرا على الدعوة. اليوم طبعا رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام النواب الشعب بغرفتيه، الأجواء مبدئية قبل ذلك لابد من التأكيد على أن أداء اليمين هو بموجب أحكام دستور 2022 فصل 92 ينص على أن الرئيس يتولى أداء اليمين أمام مجلس نواب الشعب ومجلس الوطني للأقاليم والجهات. هو حدث فارق فيه بداية عهدة جديدة تقطع مع مرحلة فيها كثير من التشكيك ب 25 جويلية ومن يدعي أنه انقلاب إلى غير ذلك. رئيس الدولة يمر إلى هذه الدورة بنسبة ثقة عالية من شعبنا، فيها كثير من الشرعية والمشروعية، وبالتالي الأجواء كلها استبشار بمرحلة جديدة إن شاء الله تكون فيها تجسيد لشعارات 25 جويلية اللي هي في الحقيقة وكما ينص على ذلك توطية الدستور استئناف للحظة 17 ديسمبر، وما تعنيه هذه اللحظة من شعارات رفعها شعبنا للقطع مع الظلم، مع الاستبداد، مع التهميش، مع البطالة، ونريد مرحلة استقرار فيها بداية نهوض اقتصادي واجتماعي ونتطلع إلى مستقبل أفضل لتونس. انتظاراتكم من كلمة سيد رئيس الجمهورية بعد أداء اليمين، هل باش يكون تقديما للمخطط الكامل للخمس سنوات القادمة وأهم الرهانات وأيضا التوجهات لرئيس الجمهورية؟ والله ننتظر من هذه الكلمة فيها أهم التوجهات للمرحلة، خاصة اليوم هو بداية عهدة والعهدة هذه فيها خمس سنوات، بالتالي ننتظر أهم الخطوط العريضة للمرحلة القادمة، وانتظاراتنا كثيرة وانتظارات شعبنا. اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي يلقي بذلاله على تونس، ونحتاج إلى تحقيق هذه الشعارات اللي سبق وأشرت لها، وأهم تجسيد سيطرة شعبنا على ثرواته، ضرورة القطع مع الاقتصاد الريعي. رئيس الدولة كم من مرة يتحدث عن اللوبيات، اليوم نحتاج إلى القطع مع الاقتصاد الريعي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سوق الشغل، حيث وجب الاستجابة لمطالب مئات الآلاف معطلي العمل اللي ينتظروا في هذه اللحظة. اليوم نتوقع تذكير جديد بعدم خضوع تونس الابتزاز صناديق الاقتراض الدولية، والتأكيد على أن تونس قادرة أن تنهض عبر تعويلها على ذاتها من خلال حسن استغلال لثرواتها على غرار الفوسفات، وذلك اليوم نعرف لننجو قرابة ثلث ما كنا ننتجه سنة 2010. اليوم الفوسفات مادة ثمينة جدا في السوق الدولية، نحتاج إلى آليات لمضاعفة الإنتاج وتطوير وسائل الإنتاج من خلال اعتماد تكنولوجيا متطورة من جهة، وحل مشكلة النقل الحديدي للفوسفات من خلال إعادة تهيئة شبكة السكك الحديدية وتطوير وسائل النقل الحديدي عموما. ثم نحتاج كذلك إلى مراجعة السياسة البنكية، وذلك من خلال إعادة النظر في دور البنك المركزي والحديث عن استقلاليته ومراجعة القوانين ذات العلاقة.
بدل جمودي انت مع مشروع القانون اللي قدموه مجموعه من النواب في خصوص البنك المركزي وتعامله مع الدوله والحكومه؟ نعم، البنك المركزي هو دوله داخل الدوله، البنك المركزي يجب ان يظل خاضع للقرار السيادي للدوله التونسيه ومبدا الاستقلاليه، يجب ان يراجع على نحو يكون البنك المركزي دافع من دوافع التنميه مش معوق اليوم. ونشوف اليوم المنظومه البنكيه كلها اليوم تحتاج الى مراجعه، على غير حتى البنوك العموميه، البنوك العموميه اللي ضخت فيها الدوله التونسيه الاف المليارات من اجل ان تلعب دورها التنموي، اللي يشوف البنك الوطني الفلاحي لا يهتم بالشان الفلاحي، ونشوفوا فضائح سداد القروض بدون ضمانات لرجال اعمال بين ظفرين، هذا كله يحتاج الى مراجعه. كذلك اليوم نحتاج الى تجسيد مفهوم الدوله الاجتماعيه من خلال تطوير اهم القطاعات ذات العلاقه وذات صله بالخدمات، على غرار قطاع النقل، التعليم، الصحه، وهي القطاعات اليوم تعاني الكثير والكثير والمقدره الشرائيه للتوانسه. نعم. اللي انتخبوكم انتم باش تمثلوهم زاد في مجلس النواب، لا شعب ورئيس الجمهوريه يقول الدوله الاجتماعيه ايضا لازمها في الخمس سنوات القادمه شغل كبير على هذا الموضوع. هذا اكيد، اليوم المقدره الشرائيه تدهورت بشكل كبير، والمواطن التونسي ما عادش ينجم يتحمل اعباء القفه اليوم اللي تضاعفت أكثر من مرة. اليوم نحتاج أن ننقش عليه المواطن هذا من خلال معالجة للوضع الاقتصادي، لأن الوضع الاقتصادي هو اللي يلقي بظلاله على المقدرة الشرائية وغيرها، وهذا يتطلب رسائل طمأنة اليوم، ولكن يتطلب إجراءات في علاقة طمأنة. لشكون الطمأنة؟ لشعبنا اليوم. الشعب أصبر صبر كثيرا لأنه مؤمن بضرورة القطع مع الماضي وعدم العودة للحقبة الفارقة، ولكن الشعب اليوم يحتاج انه وضعه الاقتصادي يتحسن، القدره الشرائيه تتحسن، مزيد التحكم في الاسعار، مزيد الرقابه، مزيد من توفير الحد الادنى من سيادتنا الغذائيه. تونس مثمره روما اليوم قاعدين نوردوا في ابسط المواد الغذائيه من برا، واحنا قادرين على انتاج الحد الادنى الضروري. اليوم اراضينا الدوليه مهمله بالامكان استغلالها احسن استغلال وتوظيفها من اجل تحسين لقمه العيش. اليوم نعيش صعوبات كبيره ياسر، واظن ان السيد رئيس الجمهوريه على وعي بذلك، ويحتاج الى وضع استراتيجيه اولا والبحث في الاليات و بداية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه. نعم، قبل ما نجيك خليفة حبيت نسأل الأستاذ المتعلقين ببدر الدين القمودي، سي بدر الدين أنت ما زلت في نفس الكتلة هكا ولا لا؟ طبعا ما زلت في نفس الكتلة، وسنواصل العمل، الكتلة نتاعنا متجانسة متناغمة، خطوطها العريضة واضحة، وإن شاء الله نواصلوا نضالنا اللي هي متركبة من حركة الشعب و ومجموعة من الوطنيين أصدقاء، فيهم المستقل وفيهم منتمي إلى حزب الوطنيين الديمقراطيين. واليوم الكتلة قوتها في تنوعها وفي ثراها وفي انسجامها. كذا ما زلت منتمي لحركة الشعب؟ أنا نائب شعب. لا حركة الشعب نتحدث. قلت أنا نائب شعب اليوم. نعرف اللي انت نائب شعب، هذا متاكد، وقدمناك نائب شعب. انت كحزب سياسي ولده معروف تاريخيا انك موجود في هذا الحزب من تقريبا الفاعلين والمؤثرين في هذا الحزب، هل ما زلت في حركه الشعب ولا لا؟ والله انا يعني منذ فتره وسبق حتى من خلالك من ثم في فترات في تونس ولا ذا، قلت انا على مسافه من مؤسسه الحركه، واليوم انا نواصل نشاطي السياسي بصفتي النيابيه. بصفتك النيابيه، ثم كعضو في حركه الشعب ما سندتش المرشح نتاع حركه الشعب، انت سندت سيد رئيس الجمهوريه في الانتخابات الفارت. انا لم ازكي مرشح
حركة الشعب لاعتبارات سابقة وذكرتها، وكنت على اعتقاد جازم بأن حركة الشعب هي جزء من مسار 25 جويلية وإحدى دعماته، وكان عليها أن تواصل الانخراط في هذا الاتجاه من خلال دعم مرشحها السيد رئيس الجمهورية. كنت ضد معناها ترشيح زهير المغزب؟ نعم، أنا كنت ضد أن تتولى حركة الشعب ترشيح أحد مناضليها لهذه المهمة، تقديرا مني أولا لضرورة أن يكون مسار 25 جويلية مستجم وداعم لشخصية واحدة، وكنت أقدر أن رئيس الدولة أوفر الحظوظ والأقدر على قيادة المرحلة في هذه الفترة 5 سنوات القادمة. نعم خليفة، النقطة اللي يتساءل عنها الناس في منطلق هذه العهد الجديدة، هناك مقاربات قالوا ربما سيقع طوي صفحة الشعارات السابقة في علاقة برجال الأعمال وبالوضع الاقتصادي وبالصلح الجزائي نحو مصالحة شاملة، وهناك آراء تقول لا، يمضي المسار رئيس الجمهورية في ما عهد عليه محاسبة رجال الأعمال وفق قانون الصلح الجزائي. أنا في رأيي مبدأ المحاسبة هو أمر ضروري لتحقيق العدالة، وحتى يقف شعبنا على مجالات إهدار المال العام في المرحلة السابقة عفوا، وهذا لا يلغي مبدأ الصلح ومبدأ المصالحة، ولكن على قاعدة المحاسبة. المحاسبة أولا ثم نتحدث عن آليات مصالحة لا تفرط وتفوت الفرصة من استعادة الثروات الملهوبة ومقدرات شعبنا اللي اليوم نعانوا في مخلفاتها في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي. إذن المحاسبة أولا ثم نتحدث عن إمكانيات الصلح على قاعدة المحاسبة أولا. وقت يشوف المحاسبة معناها، لأنه تنوعت كل فترة أخذت شكل من الأشكال، فترة المحاسبة المباشرة ثم جاءت هيئة الحقيقة والكرامة ثم جاءت أشياء أخرى، وانت حضرتك سيد العارفين حتى مصالحة يقولوا في الكواليس صارت. وقت يشوف هل محاسبة ونمر إلى المصالحة التامة حسب رأيكم بدر الدين القمر؟ نتمنى التعجيل بحسم هذا الملف وطي هذه الصفحة بشكل نهائي عبر توفير الآليات المناسبة. اليوم أنا نشوف اللي آليات مكافحة الفساد تحتاج إلى تطوير، القطب القضائي والاقتصاد المالي اللي يطلع بدور في هذا الاتجاه كذلك يحتاج إلى تطوير، ونريد أن نطوي هذه الصفحة ونمر إلى التنمية وإلى والعمل والخدمة تجيب. بدر الدين القمودي هذا اللي تقوله وانت ونساندك فيه بالخدمة النجم ونوصل رد الاعتبار لقيمة العمل اليوم التواسي لازم نشمروا على ذراعاتهم من أجل المستقبل، قادرين أن يكونوا أفضل بكثير مما كنا عليه. شكرا للحاضر.